شهري كلم شهري علم شهري سلم شهر لما وصلنا لأجمل شهر. أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ منصور لما أعياه أمر ولده نور وانصرافه عن عروسه وتعلقه بعروس البحور فكان الفتى ينزل إلى الشرفة البحرية بكرة وعشية فيجلس الساعات الطوال يتأمل هذه الأحوال وما مر به من أهوال إلى أن كان يوم من ذات الأيام وبين هو جالس في شرفة الأحلام. مين؟ عروس البحور؟ عروس البحور؟ نور. عروس البحور؟ نور. أنا مش مجنون، أنا مش مسحور. طب بس خليك عندك وانا هقول لك واحكي لك على كل حاجه، بس ارجوك يا نور خليك عندك. انا يوم ما جيت لك كنت سعيده بقربك. جيتي لي فين؟ انت نسيت ياسمين؟ الله، انت ياسمين؟ ياسمين انت كنت فين؟ وايه اللي نزلك البحر؟ طب بس خليك عندك ارجوك يا نور، ما تحاولش تيجي عندي. طب تعالي انت. مش ممكن يا نور. ليه يا ياسمين؟ فات الأوان يا نور وانكتب علينا الحرمان، لا نقدر أطلع لك ولا أنت تقدر تنزلي. شوف شوف يا نور. الله، الديل، الديل ده جالك منين؟ الديل ده اللي هيفرق بيننا احنا الاتنين. امال رجليكي فين؟ برضو مش عرفتني. انت ياسمين؟ طب وهي ياسمين كانت بتتكلم؟ اه صحيح. الله، انت؟ ايوه يا نور، انا عروسة البحور. امال فين ياسمين؟ انا ياسمين. انا هتجنن. ده انا اللي كنت هتجنن، كنت بلاقي نفسي عارفاك وانت مش عارفني، سمعاك وانت مش سامعني، فهماك يا نور وانت مش فاهمني. انا لغاية دلوقتي مش قادر افهم، انت عروسة البحور ولا ياسمين؟ انا الاتنين. انت بتقولي ايه؟ لما هقولك كل حاجة هتعرف كل حاجة، وزي ما انا عارفاك هتعرفني وهتقدر تفهمني. اسمع مني يا نور، انا هحكي لك حكايتي وهقول لك روايتي عشان تعرف اللي حصل لك. اللي حصل لي حد عارف حصل له ايه؟ حصل له ايه؟ ضروري فيه عمل معمول له. معاك حق يا زهره، ما هو الواد عليه العين والناس فينا طمعانين. على ايه؟ على حته الولد؟ مفيش زيه في البلد، بس يا خسارة صابته العين. أمال الحكيم فين؟ ما هو معاده الليلة دي. على الله يجي ويخلصنا من الشغلانة دي. ده راجل بركة وفي إيده البركة. على رأيك يا شيخ منصور، من ساعة ما قال الواد يقعد في الشكمة البحرية والواد أعصابه هديت شوية. الحكيم ماله تأخر؟ سيدي الشهبندك، الحكيم على الباب مستنزل. خليه يتفضل. هو انت روحي اوام هاتي البخور والعنبر. البخور والعنبر؟ ما هو الحكيم قال ضروري نور يتبخر بالبخور والعنبر. اهلا 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 يا الف مرحبا. قرب، تعال قرب، ده الواد ملموس ومنفوس علشان كده بيجي له كابوس. لا يا شيخ. صدقني يا شيخ منصور، علشان كده بيهلوس وبيتهيأ له بحاجه اسمها عروسة البحور. وهو في حاجه اسمها عروسة البحور؟ البخور يا شيخ منصور. هات يا نور، خد يا نور، الحجاب ده يتحط تحت المخده ودول
سبع ورقات يتحرقوا على سبع مرات. واخده بالك؟ واخده بالي. وبعد ما يتحرق الورق تحت عقب الباب تبدريه علشان يخط عليه. بس وانت يا زهره تعرفيه. بس على الله ربنا يشفيه ودلال تفرح بيه. والورقه ده هي تبليها في الميه وكل يوم على الريق تديله شويه. حاضر يا شيخ منصور. شيخ منصور ده صوت برهان. يلا انتوا جوه اوام، ده باين عليه زعلان. يا رب يا ساتر يا شيخ منصور. دستور يا اخوانا دستور. الله الله الله، ده ريحة بخور. وطي صوتك الواد عيان. ما هو كمان ده مش اصول يا شيخ منصور. الله الله، دي مش حوايدك يا برهان. ما يا شيخ منصور، ما تخليش حالة نور تخلي التجارة تبور. ده فيه مراكب وتجارة وعمال وبحارة، وكل يوم علينا بالخسارة. الله، طب انت مالك انت؟ انا اللي بخسر ولا انت؟ ازاي انت وانا؟ ما هي الحكاية هتعود علينا كلنا. ده كلام جديد يا برهان وملوش عندي مكان. خلاص، كل بقى من كان يشوف حاله، وكل واحد يعمل ما بداله. ها؟ وماله؟ اعقل يا برهان، ده كل شيء بأوان. يا عم مسرور أنا معذور. لا بقى، ده أنت اللي ملاك الغرور. كل واحد وله مصلحته. لا مؤاخذة يعني، الشغل معاه مش عاجبني. المراكب واقفة في المية مستنية الرحلة الشتوية، وهو مشغول في ابنه وحكاية الجنية، مش فاضي ليا ولا للمراكبية. وأنا يعني مش ممكن أشغل المراكب المية وتبقى التجارة في إيديا. ليه كده يا برهان؟ هتبقى أنت والزمان يا برهان. ده الشيخ منصور صاحبك من زمان. تجارة البهار وتجارة الدهب مكسب له العجب. ده انت اللي عقلك ذهب يا برهان. الزمن ملوش امان. النهارده ممكن الميه تبقى بين ايديك، مين عارف يمكن بكره تنقلب عليك. هي كده، يوم ليك ويوم عليك. على العموم الكلام ملوش لزوم، الراجل ضايع نفسه وهيضيعنا. يبقى بلاش يا صاحبي تبيعنا. اخذ الشيطان يا برهان، استحمل شوية كمان. ده انت راجل يا برهان، وانا ليا كلام مع منصور. بس هو انت تاني يضلك الغرور. يا عم بلا غرور بلا مش غرور، انا من وشك ومن وشه حغور. وبالشكل ده طلعت للبر وجيت لك وقابلتك. بس اللي كان قلقني ان انا كنت عارفاك وانت مش عارفني. لا انا قادر افهمك ولا انت قادر تفهمني. بقى انت ياسمين، لكن ازاي اختفيتي واحنا في المراكب مسافرين؟ وازاي ديلك رجعلك؟ وراحوا فين الرجلين؟ وايه اللي نزلك في الميه؟ وازاي صوتك رجعلك؟ هقولك يا خبر. ايه؟ في ايه؟ الكلام اخدنا والوقت سرقنا، وابويا زمانه بيسأل عليا. انا هفوتك دلوقتي وهنتقابل بكره في الميعاد ده. ايوه في نفس الميعاد. تصبح على خير. وانت من اهل الخير. وتركته على الشط وقد تاه عقله وشط، واختفت تحت الماء. وعندئذ مولاي